إكسبرس إف إم. صوفيا صدق مرحبا بيك في ميلانايت. صوفيا صدق شنو حوالك؟ مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين وفرحانة برشا أني موجودة بحذاكم في إكسبرس إف إم ومعاك نبيل. مرحبا بك صوفيا صدق، أنت من تدارة عاد مش المرة الأولى تجي بحذانا باش نحكيو وباش يكون حديثنا وحوارنا الليلة مع ضيفنا اللي نقدروه ونحترموه اللي قعد سمبول ورمز في البلاد هذه بلاد تونس، هو بكل بساطة لطفي بوشناق. سيدي العزيز مرحبا بك، ألف شكر وتحية حب وتقدير لاستقبالك وعلى الكلمة اللي قلتها، وإن شاء الله إن شاء الله نكون في حجم وفي كل الكلام اللي قلته. بالله اللي يقولوا وينه قبل الثورة وبعد الثورة، بين يقول وينهم هم قبل الثورة، هاي تراه قولي بجاه ربي، هاي ويني هالرابور اللي قبل الثورة، دي كلها خرجت بعد الثورة، نحكيه وإحنا صحيح. كل خرجت بعد الثورة وينهم؟ شبيك انت يا اسمعني، شبيك ما فرضتش روحك في نظام بيت فهمني وحاربت ووصلت كيف اقولوا فيها فمن الخرج وتمنعوا من تونس بلد. لا لا شكون هم اللي تمنعوا عليك ترى خير ومشي اسبانيا وتمنع وطرد من تونس؟ اسمعني ممنوع مشي يعمل حفلة في تونس وكبش الفدية مشي فيها مشيت فيها انا من الاول فهمني. ناس كل باش تحاسب يوم غدوة، كيفاش تقول لي يتحاسب ولا لا؟ فما حساب وفما عقاب سيدي، فما جنة وفما نار، لكن وراء المحاسبة فما تصفيت حسابات، تصفيت حسابات شخصية. لا المحاسبة الصادقة اللي بالدليل وبالحجة وبالتاريخ بابا الغالي، فما شيء يتخبى توا. ما خممتش شوية تعمل ركول صوفيا صدق؟ معناتها تقول انت بعد 14 جانفي نبعد شوية نفكر شوية نخمم نتأمل وبعدين كان نجم نرجع، ما تخافش انه يتم اتهامك تقولك انت ركبت على الاحداث وتغنينا في ملتزم وشنو؟ سامحني لا لا انا قاعدين نخمم بعض بصوت عالي راهو سامحني. الحمد لله معناها المطربة الوحيدة اللي في تونس ما وصلني حتى كلام وحتى شي، خاطر نقول لك حاجة، الشعب التونسي ذكي برشا وطيب برشا ويعرف اناه الصادق وانه الغير صادق. عبد اسماني عبد الشفي باش يكون صادق مع روحه وصادق في التكست ويوصل يمس قلوب العباد، هذا سر النجاح معناه فهمني، والفخر ليه والتكبر ليه، عبد يخدم وفمه دي مساك فهمني وكهو معناه، ونتصور زادة ما نعرفش انا عبد اخلاقه قبل كل شيء مع العباد هذا اللي نمن بيه انا. ان شاء الله اديت الرسالة وقمت بواجبي على أحسن ما يرام وبكل صدق وبكل أمانة عندما أنظر في المرآة وأنظر إلى وجهي في المرآة، لا أستحي من نفسي ولا أشعر بأنني كنت مذنبا، لا مذنب ربما، أما كنت يعني ما كنتش أنا بصدقي وبحبي للحياة وحبي للإنسان وحبي للقيم للعدل والحرية والسلام والتسامح، نلقى روحي ما شاء الله عبرت وكنت صادق في مواقفي وكنت صادق في مسيرتي الفنية. هو الحقيقة معناها مش غريب عليا كصوفيا صادق، معناها أني نغني في أغاني ملتزمة ولا أغاني وطنية ولا أغاني معناها فيها موقف، وهذا من أول مسيرتي، من أول ما بديت ديما تلقى في مسيرتي أول ما غنيت اسألوا التاريخ عنا، يوم ثرنا يوم أعلينا لواء وانتصرنا، يوم كنا نفتدي الشعب ونبني وعلى من يرفض الحق صبرنا، وهذه تمنعت ما تحطتش على شكون، قال لك على شكون وعلى من يرفض الحق صبرنا. سينو باش تحكي معناها بوليتيك ديريكت لهنا على تونس، شوف زاد خليه يقول لك فهمني، باش تحكي بوليتيك ديريكت على تونس ما تنجمش تحكي تنقد الوضع الاجتماعي فهمني، كي باش تنقد وضع اجتماعي نقد هاني قلت لك نقد سياسه كامله معناها وسيستم كامل نتاع بلاد. انا شاهد على عصري، هذه الظروف اللي عشتها انا الوحيد اللي شعرت بها وليش ماليش عملتها خاطر يلزمني نعملها، لا طلعت وعادها ما كانش راهي ما وصلت تكشي وراهي ما قعدتش كيما قلت جبت الكراسي معناتها مطلوبه طلعه بصدق. علاش ما رجعتش بغنايات رومانسية؟ علاش هالثوب الملتزم اللي لبسته بعد 14 هذاك هو اللي توا احنا في حاجه ليه، هذاك هو اللي يلزم توا نسمعوه واللي يلزمنا نتشبعوا فيه بيه، والناس تحسها متعطشة
متعطشة للنوعية هذه من الأغاني. كي تقول له انت واللي مزلزل قلوبنا يا صادق يا امين القاتل والضحيه يا محمد مسلمين والغير ربي وربك اشكل امه لمين معناها هذه مش بتعرف تحكيش كنا على تونس تحكي على الامه العربيه الكل. انا بيدي انا مش ما انتظرتش 14 جنبي بكل تواضع وبكل صدق. لو تقرا في طيات كلماتي وأغانية ستجدها كلها ملتزمه، ولكن والحمد لله كنا نتعامل مع ناس لا تعرف تقرأ بين الأسطر، فلهذا مرت وسيذكرها التاريخ إن شاء الله. كيف قلت لك سينما، راني ننقف التصوير سينما كله سينما. أما تعديت كيف قلت تونس أنا وعلى الحب ربي توني تعديت. كيف قلت مدام قلبي هالبلاد عشقها لازم نقول الحق بعلى الصوت، محال نوصل يوم ونفقها ينعيش فيها بصدق ولا نموت تعديت. بلتي هو مع ولا ضد انه الفنان يكون عنده انتماء سياسي؟ ضد انه يكون عنده انتماء سياسي. كل صراحه معني ارتيست يخلي روحه ارتيست وحد وحد الفن. اما مشي شكون يقول في تفكيره في البونسي نتاعو يقول انه الاوبريت الثانيه تحاول هدف نتاعها تحاول معناتها محو من مخيله التونسي الاوبريت الاولى. علاش شفيها شفيها الاوبريت الاولى؟ سمحني نسالك شنو اللي فيها؟ لا قلت لك البعض يعني البعض اي شكون البعض؟ البعض اللي هما ما همش فاهمين سمحني وما عندهم حتى درايه على الاغناء. انت كي تقول له يا بلادي تفديك انفس شعب يعشق المجد من قديم الزمان خلدته حضاره ليس تفنى غمرت بالضياء اقصى مكان فهي في المغرب الكبير عروس وهي في المشرقين تاج الزمان. ولا أقسمت بالوطن وبعزة الوطن نحميك يا بلادي على مر الزمن. ما فهمتش شنو اللي فيها، شنو اللي فيها؟ ليش تكون تنتمي أصلا تونسية وتنتمي لتونس؟ عشيب عشيب عشبيب. حتى أنا الأمن كي هما توا فما أنت اللي حب اللي فهمته منك حبيت تقول لي اللي فيه الجملة متاع بالأمن والأمان يحيى هنا الإنسان. احنا في حاجة للأمن ويشرفني أني غنيت للأمن. كان وقتها فما تهم التجميل النظام تجميل حتى وقتها تجميل. أسمع ما نكتبوش على بعضنا عايش خويا عايش خويا ما نكتبوش على بعضنا وما نحاولوش نحطوا الماء العكر في كل حاجة. أنا كي غنيت على الأمن غنيت على الأمن التونسي اللي يحرس فيا ويأمن فيا وفيك. ليلي لي ري يا منا ليلي ليري كانك شكرانا. هذا الجواب بتاع هذي. نقول نجم نقول نظام روض الهيجة متاع بلتي روضو والله مش روضو وقتها نحكي يا وقتها وقته وقتها وقتها وقت يكلموك وعيتولك وصححت الالتزامات. نعم فما اسمعني فما نوع من خفت معناتها نوع من الخوف نوع من الخوف كل صراحة فهمني. وبعد على خاطر اسمعني خاطر وليت الحكايه اجور ريت هما ولاو بديت معايا ولاو معناها ضربه ضربتين وعيطوا لي للمنطقه. مثلا اخر مره طلع على امريكا قلقوني في حكايه الباسبور ما حبوش يمدوا لي باسبور. والله كيف ما نحكي معك معناها ابسط حاجه منعوك من السفر فهمني تنجم تقول لك بتونس شعب اراد الحياه فهب بعزم ولب القدر وثار للقمة عيش كريم ومن أجل حرية فانتصر يزول الطغاة وتبقى الشعوب وثورة تونس فوق العبر. أنا هبطوا علي الفيسك أنا بيعوني في داري أنا معناها أما حاجات ذوما من الأحسن عايش خويا ما تخلينيش نحكي فيهم على خاطر مثالش الوقت يتبدل والوقت معناها أتاو هو التاريخ لا لازم صدق يمر للناس التاريخ. أنا من خلال أنا مش هقولك من خلال أغانية ومن خلال مواقفي الناس تعرفني. بابا أنا فنان راني فنان لاني بتاع حتى نظام. أنا فنان بتاع الشعب هذا وأنا جزء من الشعب هذا واضح. وأنا منطلق من مبدأ الأنظمة تزول والفنان يبقى والعمل الجيد يبقى والأثر الجيد يبقى والموقف الجيد يبقى. هذا هو معني. عمري ما كنت تجمعي عمري ما كنت راضي عن النظام كل صراحة معني ما حاجة كتمها في قلبي كما تونس الكل. ما عاش نمشي خلاص ما عاش تشوفني في حتى حزب وحتى اجتماع. الغلطة منكم انتوما ساكتين. احنا فنانين
انا واحده من الناس فنانه، انا اقوم بدوري كفنانه. ممكن تكون فنانه ثوريه، ممكن تكون فنانه تقول لي بار اكزومبل يتم استدعائها لحفله خاصه بعائله المالكه، حفله خاصه ب 7 من نوفمبر، تنجم تقول لي بار اكزومبل فما ناس قالوا لي قلتها لي ودخلوا معناتها تقول لي الحبس وتنفاو. لا قلتها لي، قلتها با مال دو فوا لي، والناس تعرف، الناس القراب بيعرفوا، قلت برشا مرات لي ولا وأكيد أكون الوحيدة قلت لي. أما أنا هذا حاجة ما نحبش نحكي فيها على خاطر مش بتلعبش دور الضحية. لا ولا أنا كان باش نقول لي ليش بقولك معناها منا تكفي ومنا تشفي. كان باش نقول لي بتصير لي برشا مشاكل، وكان باش نقول لي نعرف اللي بتصير زادة مشاكل فهمني، وأبار سامي كلمونيش أنا ديريكت راه فما ديزورغانيزاتور فما منظمين فهمني، مش يهز تليفون بلتي انا فلان ايش اغني، عمرها ما صارت الحكاية. جاتك دعوة باش تغني في احتفالات بار اكزامبل نعش احتفال 7 نوفمبر الانتخابات الرئاسية، ما جاتكش دعوة؟ جات الدعوة، جات الدعوة. خفت انت لا ترفض؟ ياسير انا اسمعني نجي نحكي ابسط حاجة، نجي نحكي مع المناجور بتاعي نقول له يا اخويا فك علينا، يقول لي ليه وكيفاش وما نعرف شنيا، يخاف هو بيدو فاهم شنيا معايا حاجة كيف نقولوا فيها ماهيش بردك. تاريخ باش يشكر ولا يدم، ما زلت نخدم انا توا واليوم نقول بديت، عندي برشا شيء ما عملتوش. احسن اجابه هذه، عندي برشا شيء ما عملتوش وادعو الله سبحانه وتعالى ان يمتعني بالصحه وان ابقى دائما صادقا لكي احقق ما لم احققه طوال هذه المده.